اسم الفيلم ماي بيرد تويست. دور بهذا الفيلم مساعد كاميرا اول، مدير التصوير المسؤول عن اللقطه، مساعد الكاميرا اول مسؤول على وضوح الصوره ومسؤول على المعدات وما يدور داخل هذا الفريم. شارك هذا الفيلم بالعديد من المهرجانات وحصل العديد من الجوائز، بس كان العرض مالته العرض الاول بالمسرح الوطني. رسالتي للمشاهد العراقي، هناك شباب تصنع سينما بحب وخلاص، علينا أن نشاهد هذه الأفلام حتى ندعم السينما العراقية.